الكابيتالي. وهذا السيد هذا اللي ساكن في السيتيام داير موتور، لان الماء اصلا اللي عطينا بروفيزوار كيوصل قليل وما كيكفاش السكان. السيد داير موتور باش يوصلوا الماء، وحنا كيوصلنا الماء ضعيف. وها الماء قلنا كاين شي ماء، كاين شي ماء. خسرنا فلوسنا وصلحت راسي، مع يعني كل شيء على حسابي، وفي التالي ما كملتش حتى شهر حتى كنخرج عاوتاني هذا الشيء كله، لان علاش الماء ما مكملش. ما عنديش الحق دابا نفرش هنا. حنا كسكان تعرضنا للنصب في هذه العماره هذه اللي ما كتوفرش على شروط السكن اللائق. تعرضنا للنصب، عماره ما توفرش على ابسط المسائل، طريق ما كاينش، ليكلاج بيبليك ما كاينش، الطريق اللي كتوصل للعماره ما مزفتاش، الطريق هانتوما كتشوفوا فيها كيفاش دايره، ما عندناش لانتيرفون هو الاخر، الواد الحار كل ما عندناش الواد الحار، وما عندناش الماء. السيد اللي كاين هنا ما مخلصش حتى البرونشمون، وحنا من 2020 وحنا كنتسناو، سلمنا في 2020، خمس سنين هذه، اربع سنين، وحنا كنتسناو باش هذا السيد يدخل لنا البرونشمون ديال الماء، وما التزمش بالتدخل ديال الماء، عير الضو بالزز باش دخل البرونشمون ديال الضو، مجموعة ديال المشاكل، ولاسونسور ما بغاوش يدخلوا، والعمارة كتعرف مجموعة كبيرة ديال الاختلالات. أنا ما فهمتش هاد الناس هادو كيفاش قدروا انهم يعطيوه البيرميدابيتي. البيرميدابيتي واخذوه في 2011، العماره كانت باقا تراب هنايا، عماره باقا تراب، ما كاين لا اسانسور لا جليج مجلج لا حتى شي حاجه. وهذا السيد هذا ما فهمتش كيفاش، شكون هاد الناس هادو اللي تيدرقوا عليه؟ شكون هاد الناس هادو اللي تيدعموه؟ كيف يعقل انه في قلب مدينه طنجه تريال الاطلس في سونتر فيل، اون بلان سونتر فيل، كان يشوف هذه الوضعيه هذه؟ الدراري صغار هنا، الناس حاملين كلشي بلا ما، الشتا فاش كطيح كتولي الفيضان هنا. كننزلوا باش كنمشيو للخدمه خاصنا نقفضوا علينا ونزولوا الصباط باش نركبوا الطوموبيلات. وهادشي كلشي اللي كنقول راه موثق، كلشي بالوثائق، محاضر ديال المفوض القضائي، كلشي 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 عندنا. لدرجه ان الدروج درجه كبر من درجه، هانتوما تشوفوا كلشي. جيت ندخل عير الانترنت، قالوا لي اتصالات المغرب ما عندكمش البنيه التحتيه باش تقدر تدخل الانترنت. كيف يعقل هادشي؟ هادشي ماشي معقول. البيبان كتشوفهم كتقول بالله هاد البيبان هادو ديال 2004، هانتوما غتدخلوا غتشوفوا البيبان كيفاش دايرين، كلشي مصدي، الحاله ما هي حاله. ما فهمتش هاد السيد هذا، واش كاين قانون في البلاد؟ وحشومه والله الا لا محشومه بالله. هاد السيد هذا ملي سلمنا البراطم وعطينا الماء والضو وما كانش مخلص البرونشمو، واحد المده طويله هو ما مخلص البرونشمو، وبزز باش خلص البرونشمو ديال الضو، والبرونشمو ديال الماء مازال لحد الساعه لا البرونشمو ديال الماء ولا واد الحار. حنا اون بلان سونتر فيل ما عندناش الواد الحار وما عندناش الماء. هاد السيد تي اليمونتي هاد جوج الامارات، وعنده واحد الورش هنايا تي اليمونتيهم بكونتور بروفيزوار، ودابا قرر، وكان هذا الكونتر بروفيزوار كان ملتزم، كان تيخلص الماء ديالو، كان تيخلص لي فاكتير ديالو. دابا قال لك اسيدي غنقطع عليكم الماء، ما خلص لي فاكتير ديال الامانديس، وخلاهم يجيو يديو الكونتر، وخلاونا واحلين بلا ماء من الاول رمضان، قبل رمضان بنهار في العواشر قطع علينا الماء، لحد الساعه باقي ما عندناش الماء. تقدمنا في شكايه للسيد وكيل الملك، وتبعنا هذه الشكايه، و10 ايام وحنا كنمشيو نجريو. بصفتي انا ملكه في الملكه في هذا الشارع في هذه العماره، حتى انا تنصب عليا كيف الناس كامله. وملي جيت نشوف كنجبر، اولا الماء ما كاينش باش غادي ماده حيه خصها ضروري تكون، ما كايناش سنسور كيشكل لنا مشكل بديك الماء اللي كيهود من الكراج. الدروج كذلك ومثال، لا درجه فحال ختا، السكيورتي ما كاينش، بزاف ديال الحاجات اللي ابسط الامور، لانترفون ما كايناش،
وكاينين ناس كبارين هنا وكاين الدراري صغار وملي كان يطيح الشتاء كنوليو خصنا نعومو نمشيو بالفلايك لان عندنا التصاور وعندنا عندنا كل شيء. ودابا بغينا غير عملنا شكايه وحنا تابعين في المحكمه. ودابا قطعنا الماء هذه 11 من شهر من 11 في الشهر وحنا بلا ماء. كاين اللي كيهرب خرج في حاله كاع وكاين اللي رحل وكاين اللي عند كيمشي عند ولادو مني انا بديت كنمشي غير عند ولادي لان ما بقاش انا بلا ماء. ودابا انا من الناس اللي كنطلب من السيد الوكيل يشوف لنا في هذا الحال هذا. و حنا اليوم مجموعين اتحاد الملاك اللي شراو هذا الاقتناء الاول اللي كان في 2007. وشوفوا معايا كاين اللي شرى في 2020 ولكن الاقتناء الاول اللي شراو الناس في 2007. والبنايه كانت على شكل اطلال يعني تبنات وما وجدتش. الاداره ديال الشركه تغيرت وبالتالي تغيروا معها الوثائق ديال السكان باش يقدروا يفضيو معاهم ويسويو معاهم المشكل. في النهايه الناس كاين اللي داروا قروض ولكن ما قدروش يدخلوا يسكنوا في الشقق ديالهم لانه غير صالحه للسكن. لان ابسط الاشياء واول شيء هو الماء الصالح للشرب غير متاح. ملي مشاو الناس الشركه اماندس باش يخلصوا الميزانيه يدخلوا المواكن ديالهم العدادات تفاجئوا بانه الشركه لحد الساعه ما خلصتش الميزانيه. وبالتالي الناس خلصوا ودخلوا العدادات ديال الكهرباء وكيخلصوا شهريا الفواتير اللي كتجيهم ديال الكهرباء ولكن ما قادرينش يسكنوا في الديور ديالهم. الاغلبيه ما سكنش لانه ما كاينش الماء.